السلام عليكم. اليوم مزين نهضروا على كيفاش طيح دريه. شحال واحد بزاف يجيو عندي في الفيسبوك ولا انستغرام كيقول لي خويا مهدي الدريه دابا ما كنبغي نمشي عندهم، ما كنقدرش نمشي عندهم، نخاف لا تقمعني، نخاف لا تقول لي تعيرني ولا شي حاجه. انا جاي اليوم باش نقول لكم شنو ديروا. هذا الخوف حيدو من بالك، الخوف محيه، ما تبقاش تخاف، دير الثقة في النفس ديالك وغادي توصل على حسابي. امبيو دابا ماشي مشكل، باندك شي درية زوينة، المهم زوينة عجباتك، قلتي فراسك مالي نمشي حتى نوقف عليها، وكانت حيد الهستيريا ديالك زم عندها تمشي عندها. أول طريقة، أول طريقة بحال دابا هي تكون اون فاستك الطريق جية وانت غادي، طريق وحدة هي جية وانت غادي، قبل ما توصل لك جوج مترو، قبل ما توصل لك قول لها سمحي لي الأنسة واحد دقيقة من وقتك، هذا الشيء اللي تقول لها. تقول لك وي صافي، قولك شنو شنو باغي، قول لها الشك عجبتيني وما كراش الفيسبوك ديالك ولا النمرة ديالك، ولكن عاوتاني قبل ما دير هاد الطرق كاملة تكون المظهر ديالك زوين، لابس مزيان مقاد، الهضرة تكون زوينة رجولية، الهضرة تكون زوينة، الوقفة وقف مقاد، يدك عبر بيدك، ماشي تبقى داير يدك في جيابك، عبر بيدك، غادي عبر بيدك، وقف وقفة مقادة، ماشي تبقى تعوج ولا تحنا ولا شي لعيبة. المهم قلتي لها هادشي، هي تفكر أو تقول لك آه أو تقول لك لا، وتسعين في المية تقول لك إيه، إلا كنتي ناضي أنت، إلا كنتي لابس مزيان، الوقفة زوين. المهم الزين ما كيهمش مما الهضرة، الزين ما كيهمش، تكون لابس مزيان، تكون الهضرة زوينة عندك. المهم 90% تقولك اه، الا قالتلك اه قول لها حتى ان شاء الله حتى نمشيو، دخل الفيسبوك ولا ان شاء الله حتى نمشيو للدار ونهضروا، نهضروا في الفيسبوك، تقولك مرحبا صافي، تقول لها يلا تهلاي اختي ولا الانسة، اصلا نقول لك انسة، قول لها انسة باش الدريك شوية كت بحال تقول لها انسة باش كتضحك شوية، ماشي تقول لها اختي في الاول ما جاتش، هتقولك شنو باغي يا خويا. المهم ما علينا، دزتي الفيسبوك، والفيسبوك شنو خاص يكون كثار من هذاك الشيء ديال الواقع، خاص يكون مغيز ناضي فيلسوف، خاص تكون في الحضره في الكتبه. المهم دزتي عندها صيفطت لها انفيتاسيون، اولا هي صيفطت لك انفيتاسيون، المهم نديرو انت اللي صيفطت لها انفيتاسيون، هي اللي عطاتك السميه، وتصيفط لها السلام، حتى نتوما فايتين ملاقين، فايتين مشي تعرف شوف عارفاك هي مشي معرف، تصيفط لها السلام وتصيفط لك السلام، تقولي واش عرفتيني؟ تقولك ايه عرفتك، حنا تلاقينا، تقولي اه، تم تهضرو قول لها فين كتسكني؟ ان شاء الله جيالك، وفاش كتقراي؟ وفايتها مصاحبه ولا مصاحباش؟ سولها على هادشي كامل. سيتني يجي الدور ديالها تسولك، انت سولك نفس السؤال اللي سولتها صافي، بقاو بحال كتهضروا، قول لها غدا واش قاري ولا ما قاريش، الا قالت لك قاري قول لها المهم شي ربع ساعه نتلاقاو غدا، الا بغات عندك الزهر، ما بغاش خليها تربط غدا وعاود قولها لها. المهم منين تتلاقى معها تاني مرة الأولى، أول مرة تتلاقى معها فاس فاس، تسلم على عادي، متسلمش على وجهك، يلا الأول يلا البدايات شي، تسلم على بيديا، تسلم لها ولا كتوها فين قول لها يلا يلا نمشيو شي بلاصة نريحو، سيرو ريحو ما تعطلش، ما تبقاش معها نص ساعة ولا تولد ساعة مش بتفوتات،
في الاول هادشي تولد ساعه ما تفوجات هضر معاه سولها المهم شوف لها في عينيها المهم داكشي ديال الهضره سبيسيال خصك انت سبيسيال في الهضره واش يعني المهم مره عرفتي ندير مره المهم شي عارفين نجوم بلا ما نبقى نحرق المراحل. النهار الثاني عاوتاني مشيت النهار الثاني نتلاقى معها عاوتاني نفس الشيء تسلم على بيتي عاوتاني وتريحو تبقى معها عاوتاني واحد ربع ساعة هكاك غادي كتزاد ربع ساعة الهضرة والحالة مهم إلا خصها شي حاجة تشري ليها إلا قالتلك أنت سولها مش تخليها تقول لك هي تقول لك خصني 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 بغيت قول لها مريحني قول لها واش خصك شي حاجة فهمتي. مهم نهار الثالث ما تسلمش على بيديا نهار الثالث بوسها سلم عليها بالوجه سلم عليها من الوجه نهار الثالث وريحو سد لها في يديا شد لها في يديا وبقى معها وغازلها. بلا ما تقول لي بوسني خصي بوسها بلا ما تقول لي عنقني خصي عنقها بلا ما تقول لي شد لي في يديا خصي شد لها في يديا هادشي اللي كيحماقوا عليه الدريات كذب عليك كذاب يقول لك هذاك الشيء تبرهيش هادشي اللي كيحماقوا عليه اما عدوهم الدري اللي تكون سكوتي وكيدير حتى حاجه كيريح بحال الحجره وكينوض بحال الحجره ما كيدير حتى وزه كيحمق كيحملوش كيسميو بيناتهم هما الدريات بارد بينات الدريات يكونوا جوج وثلاثة كيقول لك بارد هذاك عطيت تجربة تسكون هذا الوقت عيش حياتك عيش حياتك ماشي تقول ماشي تكرجع راسك ماشي لعيب حسن ليا معرستك لبس ليا كول ليا معرستك بال ليا هدر ليا اضحك صاحبي اضحك صاحبي اضحك الدريات تحماق على هذا البرنامج يكون فروزي تكون خالقها بين راسه ولا بين صحابه المجتمع خالقها تبغيوش شي واحد يكون مسكومي حشومي ما كيهضر ما والو كيبغيوش هاد النوع خصك تكون تضحك تهضر تروجها كما خلينا بالعربيه نتاع العربي تروجها اكثر اللي كانوا معك صحابك ولا شي لعيبه حتى حماق تسطح شطح شطح ليهم كانت تضحك تهضر دير عشان يحماقوا عليه الدريات اما بنت تكون ساكت نو نو ما ننصحكش بهذا الشيء هضر ليا ودير الثقه في النفس النفس الثقه ديالك في النفس ديرها الثقه في النفس حس براسك انت اللي كاين حس براسك انت اللي سبع انت اللي كاين من عمرك ما تقول انا خايب انا ما نقدرش انا ما الا مشيت على الدريه ما تقول لي لا انا الى اخره نو خويا دير الزعامه في راسك كلشي كلشي ما خايب حتى واحد ما خايب حتى واحد مزوين كلنا بحال بحال كلنا بحال بحال ما حتى واحد مزوين ما خايب لي راجل راجل هذاك اللي تقول لك الدريه كتبغي يكون عنده الشعيره يكون بحال لوبيا عميق مهم نوم كيبغيوش بحال كيبغي الرجوله شنو كتعني الرجوله الرجوله دري دابا انفا دري كتشوف شي واحد دري كتكون مصاحبه مع شي واحد عنده الشعيره بحال مو ملوبي عميق كتكون مصاحبه معاه كتشوف شي واحد ولد عنده المهم وقفه ناضي مشيه حسانيه هذيك ندير الجيب عامر فلوس خدام دري كت بحال دابا كتزعط فيك كتقول لك هذاك واو هذا عنده فلوس هذا كيدخلها سناكات هذا وانا هذا اللي عندي ما كيدير حتى حاجه نعطيك واحد النصيحه اخويا من عمرك ما تقول انا خايب راه كلنا بحال بحال كيف الخايب كيف الزوين ودير الثقه ثانيا دير الثقه في النفس ديالك اعتبر راسك بحال السبع ملك الغابه بحال السبع هز راسك السما ما تهدش راسك
البس عيش الحياة، طلق ديال ما تسرح، هدر اضحك جمع صحابك، البراني ما تعتقلش عليه، وعشاب راسك حس به، عشاب راسك انت اللي كاين. عيش الحياة، الدرية ما تخلعكش. بانتك شي وحدة قصدها، عجباتك قصدها، شافت فك قصدها، وقف عليها، هدر معها بالآداب والحلاوة للنسال. الحلاوة ديال النسال مزيانة، خص الحلاوة ديال النسال، الهدرة مقادة، الوقفة مقادة، اللبس مقاد، عبر بيديك. هادشي اللي نقول لك، ودير الثقة في النفس. ما تنساوش الاشتراك، ابوني، فعلوا زر الجرس، ولا خصكم شي حاجة للاصدقاء ما تنساوش تصيفطوا لي في التعليقات باش نديروا الفيديو الثاني. كيفاش طيح دريا على الفيسبوك، المواقع التواصل الاجتماعي. معكم مهدي فطواكي من قناة ماي مهدي فطواكي. يلا تشلاو، بون كوراج.